يا مساء الفل، النهارده عملنا معاكم بقى سمك، لا قليناه ولا شويناه، حاجه سهله كده وبسيطه. عملنا معاه بقى رز الصياديه. يلا بينا حبايبي نشوف عملناه ازاي. هنا بقى حبايبي حطينا هنا الثوم وقلبناه كويس كده، بتخلي طعمه فظيع. شويه شطه طبعا حسب الرغبه، بهاراتنا بسيطة. طبعا عايزة اقول لكم ان انا حدقت السمك، حطيت لهم ميه بملح بليمون قبليها، طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هاخد مننا حاجة خالص. بعد كده جبنا السمك، عايزة اقول لكم السمك طبعا لطيف جدا، مغسول، عايزة اقول لكم مغسول. بعد كده حطيت لكم ميه بملح بليمون، طبعا دي بتخليه فظيع. النهارده زي ما قلت لكم يا حبايبي، لا نقلي ولا نشوي، هنعمله قطع صينيه. بس كده يا حبايبي، مفيش اسهل من كده. حطينا كده في الصينيه، هنا بقى يا حبايب قلبي معايا حوالي معلقة زيت واحدة، معلقة زيت كده على الوش عشان يحمر ايه السمك، عشان نحطه بقى في الزيت كتير، لا هي معلقة واحدة بس. ولا قلينا ولا تعبنا نفسنا ولا حطيناه في دقيق ولا عملنا اي حاجة، بس كده يا حبايبي هدخله بقى الفرن وبعد كده هوريك بقى شكله. كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما حطيته وحشيته، حطيت له معلقه زيت على الوش، احطه بقى فرن البوتاجاز، هنولع عليه فوق وتحت وبعد كده اوريه لكم. طبعا كل ده ما خدش مننا دقايق، طبعا اهم حاجه ان انا كنت غسلاه كويس ونقعه بميه بملح بليمون. حاطه ميه بملح بليمون ليه؟ عشان يبقى من جوه مش عادي، تيجي تاكليه تلاقي يحس ان هو مش عادي. بصي، لا قليتي ولا شويتي ولا دوختي نفسك، كل ده ما بياخدش 5 دقايق. هنا يا حبايب قلبي شكل الصينيه بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم بقى الحته الفظيعه. عارفه بقى يا حبايب قلبي، طبعا عملنا جنبها رز صياديه، وطبعا عملنا قبل كده كتير يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا قلينا ولا شوينا ولا عملنا اي حاجه. السلطة اللي تحت دي كمان طعمها فظيع. كده بقى حطيها يا حبايبي، شايفين شكلها ده يا حبايب قلبي بقى شكل السمك بعد ما عملته. عملنا بقى كمان جنبه ايه، شوية رز صيادية، وطبعا عملناه معاكم كتير قبل كده. رأيكم يا حبايبي بقى في احلى واطعم سمك؟ كده حبيب قلبي كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا.